السلام عليكم. نرجع تاني نتكلم على الـ energy use in buildings. The largest share of energy use in any house or building is used in heating or cooling. يعني أكتر إشي إحنا بنستخدم يمكن بتحسوا فيها استهلاك للطاقة هي في المباني، هي لو أنا بدي أدفي أو بدي أعمل عملية تبريد. أي إشي بيشتغل على الحرارة بتلاحظ دائما بنتكلم على واتس عالية إله الباور ريتنج تبعاته. الكوكينج also require a significant amount of energy. الطبخ بياخد طاقة عالية. Additionally, there are several energy-intensive electrical appliances in our home today. يعني لما نيجي نطلع المكوى مثلا بياخد طاقة عالية. الميكروويف بياخد يعني القديم بياخد طاقة عالية، الميكروويف الجديد أقل. الغسالات القديمة والثلاجات القديمة بتاخد طاقة عالية. عشان هيك دائما نقول لكم اطلعوا على الباور ريتنج، هتلاحظوا الأجهزة الجديدة بتلاقوا الستيكر تبعاتها محطوط هذه صديقة للبيئة، بتلاقي اللون الستيكر الموجود عليها بالأخضر. وقتيش بتلاقي اللون بأخضر معنات هذا الكونسومشن تبعها أقل. في الغسالات بنلاحظ حاجة بنسميها الدايركت درايف، فهذه بتخفف استهلاك الطاقة. الآن لما نيجي برضو نطلع على الإضاءة، الإضاءة زمان كنا بنتكلم على اللمبات التنجستنت. اللمبات التنجستنت هذول اللي عندك تستهلك حرارة عالية، يعني لو عندك 4-5 هي عبارة عن دفاية في البيت بتقدر تعتبرها. الآن رحنا بعدها على الفلورنس، وبعدين رحنا الحين على الليد. الليد بتاخد أقل بتعطيني إضاءة أعلى. الهيتنج والكولينج بنتكلم على الاير والووتر والفود is an energy intensive process، يعني هاد بتستهلك طاقة عالية. الاير كونديشنينج and space heating appliances are very large power requirement and do cooking as do الكوكينج اوفنز اللي هي الافران تبعت الطبخ اللي على الكهرب والتوسترز والايش الميكروويف. Generally it should be noted that appliances like a blender, steam iron and toaster are only used for a small time interval. يعني هذه اللي عندنا بنتكلم عليها سواء انا لما بدي احمص الخبز او بدي خلينا نقول اكوي الملابس، هذه بستخدمها لاوقات قليله، بستخدمهاش طول اليوم. This reduces the energy use when compared to appliances like the air conditioning اللي أنا بتكلم عليه، المكيفات which are used for a much longer duration. Let us now look closer at the largest domestic energy requirement اللي هي space heating and cooling. لو أنا بدي أعمل تدفئة أو تبريد للمباني، وهذه هي أكثر شيء بتستهلك طاقة. The energy required for space heating or cooling can be significantly reduced by wisely choosing the wall and the window material and the architecture of the enclosed spaces. الآن أنا لو بدي أجي أتكلم عليها في عندي حاجتين، يعني يمكن إحنا الجو اللي عندنا الخارجي معتدل فبنحسش بالفرقية، بس لو أنت في جو زي الخليج يعني درجة الحرارة برا عالية جدا، بتلاحظ لما بدك تعمل تبريد يعني فهذا بدك تعمل عوازل كويسة، يعني الحيطان بدها تكون فيها عازل، الشبابيك فيها عوازل، فهذه بتولد عندي بتقلل كمية يعني الحرارة أو الجو البارد اللي بدي يطلع عندي برا. الآن في المناطق زي أوروبا وزي أمريكا المناطق الباردة بتلاحظ في فرق كبير، كل المباني في موجود فيها خصوصي يعني الجدران الخارجية للمبنى كل هيتها موجود فيها عوازل مواد عازلة اللي هي بتخفف الفاقد من الحرارة. يعني بتذكر أنا اللي كان زميل كنا ساكنين هذا في زمان وأنا بدرس في البكالوريوس كان ماخذ بيت. الآن الفاتورة عادة نحن بندفعها كنا حوالي أقل من $10 للشقة يعني كهرباء. الآن هذا فاتورته كانت تيجي $100. اطلع في عنده مشكلة يعني شهر 2-3، طب هو بقول أنا ما فيش حاجة بعملها إلا بس التدفئة،
ليش الفاتورة بتطلع زي هيك؟ فشكى لصاحب البيت، فصاحب البيت بتذكر مسك الحيطة الخارجية في المبنى وفتحها وأضاف مواد عازلة يعني في هذه الحيطة. الفاتورة رجعت بعد ما عمل هذا الخطوة تقريبا طبيعية، حوالي من 10 إلى 15 دولار بالشهر كانت عنده، فكان يعني زي الناس صار. فهذه العوازل مهمة جدا. الآن لما نتكلم في عندنا طريقتين بنسميهم للكوندكشن، واحدة بنسميها الهيت ترانسفير، الكوندكشن بنسميه الهيت ترانسفير ثرو سوليد ماتيريال. لما عندي حاجات سوليد يعني اللي عندي، فالهيت لما يطلع خلالها زي الشباب زي يعني الشبابيك زي الحيطان، هذه بسميها من سوليد لسوليد، هذه بسميها ايش؟ كوندكشن. في حاجه بنسميها الكونفكشن. الكونفكشن الهيت هاز بين كوندكتد ثرو سوليد ماتيريال اند ديسيبيتد باي اير، يعني في ايش في النص؟ في عندي هواء جاي في الطريق. هذا لما الحراره من مواد صلبه الى مواد غازيه يعني في الطريق بسميه كونفكشن، لما يكون كله صلبه بصلب بسميه كوندكشن. الكوندكشن مواد صلبه مع بعضها، الكونفكشن مواد صلبه مع الهواء. الان نجي نطلع على بريك وول روم ود جلاس ويندو، يعني عندي حيطه حجم من حجار، لان الحيطان برا في من حجار وفي من ايش؟ من خشب. ود جلاس ويندو يعني في عندي شباك زجاجي. الان تي بدنا نعطي بعض المعادلات عشان نحسب قديش الحراره وكيف بتسوي. تي زيرو بسميها الاوتسايد تمبريتشر، تي اي اللي هي الروم تمبريتشر اللي هي انسايد. الان كيو سي اللي هي الهيت اللي بصير للترانسفير بدي اساوي لامدا في دلتا تي على دي في الاي. الان نيجي دلتا تي سهله، الفرق بين الحراره في الخارج والحراره في الداخل. لامدا بنسميها الثيرمال كوندكتيفيتي اوف ذا وول، قديش الثيرمال كوندكتيفيتي تبعت الوول اللي عندي. دي اللي بنسميها التيكنس اوف ذا ميديوم اللي هي سمك الماتيريال المستخدمه. A اللي هي السيرفيس اوف ذا اوف اريا اوف ذا وول اور ذا ويندو ثرو ويتش كوندكشن اوكر، يعني بدي اطلع على الشباك او الحيطه واشوف عندي هنا قديش المساحه اللي بتكلم عليها. لو عندي مثلا حيطه بدي احسب المساحه الموجوده تبعت الحيطه قديش هي واحسب فيها. هذا ليش؟ عشان احسب قديش انا بيروح عندي فاقد في الحرارة. الآن K هذه بدي أعملها حاجة يعني أسميها thermal conductivity of the material، بقول هي لامدا على D، وهذا بتعتمد على thermal conductivity للماتيريال على D thickness تبعات الماتيريال عندي. فهذا لو استخدمتها زي هيك بدي يصير عندي QC بدها تساوي K في دلتا تي في الاي اللي عندي. الار بسميها thermal resistance of material in question واحد على كي، يعني لو انا بدي اتكلم على البريك اللي هو البريك عبارة عن ايش؟ عن احجار. الاحجار اللي عندي هان الثيرمال تبعها بدها تساوي واحد على كي. لو انا بتكلم على شباك معناته ايش؟ بتكلم على اجلاس بدي اخذ واحد على كي اللي هي اللي تبعت الزجاج. وهذا حنشوف ايش الفرق بينهم. الان لو انا جيت عملت حاجه يمكن تسمعوا فيها لما يتكلموا على الدبل جلاس، ايش الدبل جلاس؟ بدل ما احط طبقه اكزاز بحط طبقتين وبسيب بينهم مسافه بين الحاجه. الان هذه الحاجه البسيطه حنلاحظ قديش بتفرق في الفاقد تبعت الايش؟ الحراره. الان there are two panes of glasses يعني طبقتين من الجلاس والتكنس دي جي يعني السمك تبعهم واحد separated by a DA thick layer of air. الان عندي في النص هذه طبقتين اكزاز بينهم ايش؟ طبقة هواء. يعني the thermal resistance of the window can be obtained by adding the individual thermal resistance. هذا بدنا نحسبهم. فيعني الهيت ترانسفيرز also occur via convection اللي عندي. convection لانه جاي في عندي في ايش؟ في النص ايش؟ هواء. الكيو دبليو بدها تساوي الاتش في الدلتا تي في الاي، والاتش الهيت ترانسفير كوفيشنت فور convection، والدلتا تي اللي هي ايش؟ التي للدبليو ناقص التي
الاي اللي عندي الموجوده عندي الاير الريليفنت وول سيرفيس اريا انفيرس اوف ذا هيت ترانسفير كوفيشنت اللي عندي الثيرمال تبع الكونفكشن بدي اساوي الار اللي هي التوتال اللي عندي ار كونفكشن والار اللي عندي الاصليه الان اوفر اول هيت ترانسفير كوفيشنت اليو بدي اسوي 1 على ار اللي هي التوتال للويندو اللي عندي في الدبليو اللي هذا الوحدات تبعتها دبليو على ام سكويرد في الكي اللي هو بدي اسوي 1 على الكي وول زائد 1 على الاتش الوول تبعتنا. الان بس خلينا احكي لكم بعض الامثله. الان احنا القالب البلوك تبعنا هو 1 يعني فيش فيه اي فرقيه هو قالب صالد وبيستخدموه. الان في بعض الناس عشان يوفر الحراره ايش بيسووا بيبنوا مثلا بدل ما ابني الحجر الخارجي 20 السمك تبعه باجي ببني حجرين بلوك 10 وبسيب بدالهم مسافه او احيانا مسافه هواء او احيانا بحطوا في النص ايش هاي فلين. الان في دول الخليج حجر العشرين بيبقى في النص موجود بداله بدل ما هو كله صالد بيبقى في النص فيه طبقة فلين جاية فيه عشان هذه المعادلات اللي بنحكي فيها. طلع عندي هاي الدبل جلاس الموجودة هنا بنتكلم على الفريم بنتكلم على الريفيل والبريك ارك اللي عندي هاد والوودن لتنتن والستون اللي عندي سبستيل. فانت لما تتكلم عندي بتتكلم على حاجات ثابتة هاي كل واحدة عندي هنا مثلا الفريم هاي هنا الغلاف الدي بي سي اللي عندي اللي هي بيسوي لي اثنين العازل الطبقة هذه اللي بتسكر الثلاثة الكافيتي كلوزنج بريكس اللي عندي هذا ما هي بدها تحط طبقة اللي هي ايش بتعمل عزل. الان الوودن ستيل الموجود عندي هاي أربعة الخمسة الودن ستيل الموجود عندي الخشب الفريم لأنه اللي عنده إذا بتلاحظوا أنتوا في الشبابيك اللي عنده شكل تبعهم شكل شبابيك بس لما تيجي بتلاقي إنه هذا الشبابيك بتهرب هواء. لو هذه موجودة في بلاد برا تزبطش عندهم التدفئة لأنه حتجي لهم الإيش في البلاد سواء الإكستريم هيت أو الإكستريم كولد حتلاحظ هذه مش حتزبط لان الفواتير حتيجي عندهم عالي. عراي العجوز اللي كنت ساكن عندها لما حدا يسيب شباك فاتح او منفس بتقول له انا بديش ادفي المدينة وهذا كلمة واقعية يعني لان الفاتورة بتيجي عالية في هذا المجال لهذا لازم احنا نغير في الموجود. الان هذه تكلمنا على الموجود هذا حنعطي اكزامبل لاحقا بس خلينا الان ناخذ بريك بعدين نتكلم على الهيت ترانسفير ثرو فنتيليشن الموجود عندنا.